يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين العلو والاستواء؟ نعم، العلو صفة ذات والاستواء صفة فعل، ولهذا رتبه بثم بعد خلق السماوات والأرض. أما العلو فإنه صفة ذاتية ملازمة لله جل وعلا، أما الاستواء فهو صفة فعل يفعله إذا شاء، ولهذا رتبه بثم، قال ثم استوى على العرش. نعم.